حلو أوي. اكسكيوز مي، هو ده تحقيق رسمي؟ عشان لو تحقيق انا عايز اكلم السفاره. لا لا لا، سفاره ايه بس؟ مش للدرجه دي، ده حتى السفاره قافلين تقريبا دلوقتي، مش هينفع تكلميها. هو الفكر ان ده يعني مجرد دردشه بسيطه، تحقيق رسمي ده مكانه مش هنا، احنا عايزين نتكلم مع بعض از فريندز. اوكي. انت طبعا عارفه الاستاذ كريم الدمنهوري. الاستاذ كريم بيقول في التحقيق انه وقت وقوع الحادث كان معاه زبونه في ميتنج وادانا بياناتك باعتبارك انت الزبونه يعني، فهل انت فعلا كنت معاه؟ كنت معاه. ممكن اشوف سيجاره بعد اذنك؟ اتفضل. الله يخليك. يا سلام، كلك ذوق. الله، شكرا. اتقابلتوا فين بقى؟ في كافي شوب في التجمع. فاكرة اسم الكافي شوب؟ لا نسيت. أمال اتقابلتوا الساعة كام؟ 12 حاجة كده. 12. وكريم قعد معاكي لحد امتى؟ واحدة 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 ونص. ايه ده، غريبة قوي، ده كاميرات الكومباوند مصوراه وهو راجع البيت الساعة 1:15. فعلا، هو فعلا استأذن وراح مشوار ورجع تاني. سابك وراح ورجع. اوكي ماشي. معلش سامحيني يا أنسة مايا ولا مدام، هتفرق معاك؟ والله ما بقت تفرق، يعني الألقاب دي أنا ما بعترفش بيها، أنا يهمني الإنسان. صح. مش شايفة يا أستاذة مايا إن الميتنج مع كريم كان غريب شوية؟ ليه بقى؟ يعني مش مواعيد ميتنج دي. أنا أعرف كريم كويس قوي ومن زمان، واللي حصل أنا قلته لك أوريدي. طيب يا أستاذة مايا، أنا شايف إن في تضارب في الأقوال بينك وبين الأستاذ كريم، وعشان كده أنا مضطر أوجه لكم أنتوا الاتنين تهمة الشروع في قتل مراته. إكسكيوز مي، أنا مالي؟ أنا بعتبرك شريكته. يا ريت تفكري في الكلام، تفتكري اللي حصل بالظبط وتقولي الحقيقة علشان موقفك ما بقاش ظريف. صحيح، أنا نسيت أقولك، اكلمي السفارة، أصل هنعوزك في تحقيق قريب، بس كلميهم بكرة الصبح بقى يكونوا فتحوا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.